عبر الإيميل يسأل أحد الأخوة يقول: ما حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لمن فاتته، وما حكم قضاء النوافل عموما؟ بالنسبة لقضاء النوافل قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في قضاء النافلة إذا فاتت الإنسان هل يصليها أو لا يصليها. نقول في خلاصة هذا الأمر أن النافلة تقضى لمن لم تكن عادة له، وذلك على سبيل الاعتراض، كان يكون الإنسان معذورا فوجد الإمام قد أقام ولم يفرط في تأخره، أو كان نائما أو نحو ذلك. كذلك أيضا إذا نام الإنسان عن الفريضة والنافلة جميعا فإنه يصليها، كما جاء في حديث عمران بن حصير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر صلى النبي عليه الصلاة والسلام السنة ثم صلى النافلة بعدما ارتفعت الشمس. فعلى هذا نقول إن ما يتعلق بارتفاع الشمس بفوات الصلاة جميعا فإنه يؤدي النافلة مع الفريضة القبلية والبعدية كما جاء في حديث عمران بن حصين. وأما التفصيل المسألة فنقول إن العلماء قد اختلفوا عليهم رحمة الله في مسألة قضاء النوافل، هل تقضى على سبيل الإجمال والتفصيل يعني بجميع الصلوات سواء كانت السنن في ذلك قبلية أو بعدية سواء كان الفجر أو غيره. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أربعة وكلها روايات في مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله. منهم من قال بأنها تقضى الصلوات النوافل للصلوات جميعا لكل تارك وفي كل حال، وهذا القول قد جاء الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وكذلك أيضا قد قال به جماعة من الفقهاء من الشافعية والصحيح في مذهبه، وذهب إليه ابن تيمية رحمه الله إلى أن النوافل تقضى على سبيل الجمع والتفصيل سواء كانت قبلية أو بعدية، سواء كانت مع الفريضة أو كانت وحدها. والقول الثاني قالوا في ذلك أنها تقضى سنة الفجر وسنة الظهر فقط، قالوا لأن هذا هو الذي قد دل عليه الدليل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث قيس بن قهد أو قيس بن عمر لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد صلى صلاة الفجر ثم قام يصلي ركعتين عن ركعة الفجر بعدها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هاتان الركعتان؟ فقال: يا رسول الله، هما ركعة الفجر فاتتا. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قد تكلم عليه بعضهم وعله بعضهم كأحمد وكذلك الترمذي، فإنهم علوه بالانقطاع، وذلك أنه يرويه سعد بن سعيد وعبد الرب بن سعيد عن جده قيس بن قهد، وكذلك يرويه أيضا يحيى بن سعيد، وجاء أيضا من وجوه أخرى من حديث محمد بن إبراهيم عن قيس، وتكلم فيه من جهتين من جهة اتصاله. وهذا القول هو رواية في مذهب الإمام أحمد. القول الثالث قالوا بأن سنة الفجر تقضى، إن سنة الفجر تقضى وحدها ولا يصلى معها غيرها من النوافل، سواء كان الإنسان في ذلك يؤدي هذه الصلاة على سبيل الاعتياد في هذا أو لم يكن ما دام أنه جاء في وقت الإقامة. وهذا القول قد ذهب إليه المالكية وذو رواية في مذهب الإمام أحمد، إلا أنهم قد اختلفوا في موضع القضاء. منهم من قال بعد صلاة الفجر مباشرة أنها تقضى، وهذا قول جاء عن بعض الفقهاء من الحنفية وقال محمد بن الحسن، ومنهم من قال إنها تقضى بعد إشراق الشمس ويستدلون بحديث أبي هريرة، وقد جاء عند أبي داود من حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته ركعتي الفجر فليصليها بعد طلوع الشمس. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم وعلوه. ومنهم من يقول أن الصلاة في ذلك أنها تقضى إذا كانت مع الفريضة فقط، صلاة الفجر إذا ترك مع الفريضة، وهذا قول أبي حنيفة وذهب إليه أبو يوسف من أصحابه، ولكن نقول أنه أيضا ذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء لأنها تصلى بعد الفجر. جاء عن عبد الله بن عمر فيما نقله الترمذي رحمه الله في كتاب السنن، ورواه كذلك أيضا مالك في الموطأ، إلى أن سنة الفجر تصلى بعد طلوع الشمس، رواه عنه مالك بلاغا. وجاء في ذلك قول وهو القول الرابع في ذلك أنها لا يقضى شيء من النوافل، وهذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء أيضا من الشافعية ورواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، قالوا لا يقضى في ذلك منها شيء لأنها سنة قد فات محلها. ولكن الذي يظهر والله أعلم التحقيق في هذا أن نقول أنها تقضى في حال عذر الإنسان. ولماذا قيدنا في العذر؟ قيدنا في العذر حتى لا يتخذ الإنسان في ذلك اختيارا، يظن الإنسان أنه يصلي قبل أو بعد على حد سواء، وأن الوقت في ذلك متسع. نقول القبلية والبعدية في التشريع مراد ومقصود، القبلية والبعدية في التشريع مقصود، فإذا عذر الإنسان في ذلك فأنا أقول حينئذ لا حرج عليه أن يصليها. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر بعدها صلاها بعد
بعد العصر، كما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العصر، فأرسلت جاريته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهما ركعة الظهر شغلني ناس من عبد القيس فأنا أصليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر وجعلها بعد العصر، وهي نص في المسألة، وهي نص في المسألة. فحينئذ نقول إذا شغل الإنسان وعذر، لا أن الإنسان الذي يتراخى ينتظر الإقامة أن تقيم ثم يقول حينئذ أنه أصلي، أو كان من عادته أنه يضع المؤقت على الإقامة حين ثم ينصرف إلى الصلاة ثم يقول أقصير بعد ذلك. نقول لا، هذا خلاف السنة وقصد للإتيان بهذه الصلاة في هذا الموضع، فهذا خلاف السنة، والأولى أن يتركها حتى يأتي بها على وجه المشروع حتى لا يخالف السنة، والله أعلم. شكرا لكم. إذن الاختصار يا شيخ دولي. نعم.